ده العريس. عمر صباح خير، ازيك يا عمر؟ اخبارك ايه؟ كل سنه طيب، رمضان كريم. انت طيب يا استاذ عمرو؟ كل سنه طيب. عامل ايه؟ كويس؟ كويس يا استاذ عمرو الحمد لله. دي العروسه؟ اه يا باشا. دي العروسه؟ ازيك يا عروسه؟ مبروك، كل سنه طيب. تعالوا اتفضلوا. ام العريس. ايوه ام العريس. ايوه ام. طيب انا عايز اتكلم معاكم شويه، معلش ما قدرتش اجي لكم عند البيت، لكن احنا قلنا نتقابل هنا قبل ما نحقق له حلمه. ايه بقى؟ احكي لي حكايه عمر. ايه بقى؟ من اولها، اول ما طلع على دراعه وابوه راجل غلبان على قد حاله، واحنا ناس يعني ربنا اللي عالم بالوحي. صدام اتصلت والله 23 30 يعني ما كنتش مصدق والله اللي انا هكسب. مش مصدقين بصراحه، يعني البرنامج بتاعك كويس وربنا يديك يا رب ويديك كمان وكمان. الله يخليك. احكي لي بقى عمر بيعمل ايه وبيشتغل ايه انا يعني اللي سمعته في الشريط لما اتكلم ان هو قصه كفاح وان هو بيساعدك وبيساعد ابوه العيان واخواته. احكي لي. ابوه تعبان، الراجل مريض. قال له كام سنه ابوه عيان؟ ابوه بقاله حوالي يعني 15 سنه كده ما بيخرجش من البيت. كان بيشتغل ايه والده؟ كان بيشتغل برضه يعني يا خرسان في المعمار. وبعدين؟ وبعدين لما اخذ الوقت بيشكي في وسطه ورجليه وما بيقدرش يتحرك، ولو راح يوم بس شغل ما فيش غيره ما بيشتغلش تاني. وحبيبي بتشتغلي؟ انا بقعد بحبت لما احب كشري على الشارع، بجيب برنكه عنب بقعد بقى على الشارع، وعمر هو يعني هو اللي بيجري علينا بقى. وعمر بقى بيشتغل بيصرف عليكم؟ ايوه بيصرف علينا. يعني بياخد مرتب كام في الشهر؟ لا مش في الشهر، بالشغل يوميا. برضه باليوميه كده. طب بتقسم الفلوس ازاي؟ يعني عادي باخد 60 جنيه بدي بالبيت 40 وانا بخلي 20 معايا كده. كل يوم كده؟ كل يوم كده. طب ده امير قوي. اي والله. يعني ده كده يبقى بر بابوه وامه ويستاهل كل حاجه. الله يبارك لك يا رب ويديك الصحه. يعني بيدي لابوه وامه بيدي اي والله العظيم بيدي لما عشان عارف احنا اللي اول حمل عيني عليه هو انا. انتوا ازاي عملتوا خير كتير كفايه انك انت ربيتيه تعبتي فيه. الله يخليك وبارك لك. اقل حاجه استاذ عمرو وبارك لك يا باشا. انت بقى كان نفسي حلمك ايه بقى يا سيدي؟ الحلم اللي انت كنت عايزه. الحلم اللي انا كنت عاوزه كان نفسي يعني اخطب واجيب شبكه وكده، ده حلمي. بقولكوا قد ايه عروسه مخطوبين؟ ست شهور. كنت عايز شبكه؟ نفسي في شبكه. ولو شبكت خلاص هتخلص المشكله ان شاء الله. يعني اتجوز العيد يعني ان شاء الله. تعزمنا وكده يعني ان شاء الله. الزعمة تنورنا تنورنا والله العظيم في اي مكان يا باشا. والعروسه ليها شروط في الشبكه ولا اي شبكه حلوه تعجبها؟ اي حاجه اي حاجه. ربنا يبارك انت يعني تحبيه يعني انت بتحبه. اه ما الحب بقى. وربنا يبارك لك حبيبك. ايه يبلع لك الزهر. ربنا يبارك لك يا استاذ عمرو. الله يبارك لك. برنامج عسل والله. وربنا يبارك. طيب يا سيدي يلا بينا بقى دلوقتي نروح نجيب الشبكه بتاعت العروسه. الله يبارك بجد والله. يلا ربنا يبارك لك يا رب. ربنا يكرمك يا سيدي. يلا بينا تعالوا اهو محل اهو احنا جينا عشان نجيب الشبكه من هنا ان شاء الله. عايزين شبكه شكلها ايه؟ اي حاجه منها كويسه يا صاحبي. اي حاجه. شكلها ايه؟ لا تختار يا العروسه تختار. انا هنجيب لها اي شبكه. احنا برضو بندقل بنتنا ذهب يعني. الله يخليك. الله يخليك ويبارك فيك يا رب يا باشا. صباح الخير. ازيك؟ كل سنه طيبين. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. دلوقتي انا معايا عريس وعروسه وعايز لهم شبكه حلوه، فعايزك تفرجني بقى ايه الحاجات الحلوه اللي عندك. اختاري ما يهمكيش يعني. ها خدي وقتك كده واختاري وهات لي احسن حاجه عندك. ماشي يا عينيا.